معكم إليس بن عميش، طالب جامعي وطالب في الفنون. الحمد لله هذه كانت أول فرصة لي في السينما المغربية، رفقت المخرج الأستاذ عمر غفران. الصراحة أنا كنشكرو على هذه الفرصة اللي عطاني والثقة ديالو فيا وفي الثقة ديالو في الزملاء ديالي كاملين. الحمد لله من هنا القدام كنفكر أنني نكمل في المسيرة ديالي وأنني نزيد نخدم كثر إن شاء الله باش نزيد نعطي ونزيد نطور المهارات الفنية والتقنية ديالي إن شاء الله. بالنسبة للدور اللي كان عندي، كان عندي الدور ديال المساعد ديال الفقيه. الحمد لله بصراحة ملي تعرض عليا الدور ما ترددتش فيه، لأنه كان دور جميل ورائع، وكان بصراحة خدنا شوية الوقت باش بدعنا فيه، ولكن الحمد لله داز بامتياز وداز جميل الحمد لله. بصراحة أنا كنشكر جميع المشاهدين على الدعم ديالهم لينا، هو في الحقيقة دعم متواصل، وكنشكرهم بزاف، وكنشكر الطاقم الفني والطاقم التقني اللي خدم معنا في هذا الفيلم حتى هو، وشكرا للاصدقاء اللي حضروا معنا ودعمونا، صديق علي مريود.